مع حلول عيد الأضحى من كل سنة يعود الحديث عن مظهر انتشار جلود الأضاحي بالشوارع وحاويات القمامات. أيام قليلة وسنستقبل عيد الأضحى المبارك، وبالتالي نتمنى الأخطاء التي عشناها هذه سنوات فيما يتعلق بالأضاحي وجلود الأضاحي. طنين معنا الآلاف من الأسر ستضحي هذه السنة، ولذلك نطلب معنا من الجميع إعطاء الموضوع عناية كبرى. تخلي الجمعيات الدينية عن جمع الجلود كما كان الحال عليه السنة الفارطة، وعدم الانتباه للأهمية البالغة لهذه الثروة من طرف المستثمرين في مجال الدباغة والصناعات الجلدية، ساهم بقسط كبير في نماء الظاهرة وما يصاحبها من مظاهر سلبية أخرى كتلوث البيئة وانتشار الروائح الكريهة. هذه الظاهرة ظاهرة رمي جلود الأضاحي بطريقة عبثية وبطريقة فوضوية، وهذا ما يسبب الأمراض والأمراض المتنقلة وما إلى ذلك. المواطنون وتجنبا للرحلة الفاشلة عن جهة تتكفل بجمع الجلود، يوجهون نداء للعاملين في مجال الدباغة الحديثة لتسخير الإمكانات الضرورية خلال عيد الأضحى لاستغلال هذه الثروة بعدما تخلى الأفراد عن الطرق التقليدية في دبغها والانتفاع بها. الجلود نتاع الأضحية يقيسوها، حنا بواتنا كانوا يخدموا بها، والثروة تنخدم مليحة يخدم. دوك ما نعطو قيمة حتى لحاجة دوك البلاد باش تقوم باش تطلع البلاد ورا الاقتصاد تاعها. اليوم الموالة عامل كما قلت نتاع عامل والله لا الموالة قاس الصوف يسقاس، الثروة تتقاس يا جماعة. وبهذه المناسبة ليتنا أو لعلنا وجدنا مستثمرين محليين، خاصة وأن الاستثمار الآن الدولة تدعم الاستثمار الخاص وتدفع إلى هذا القطاع لدعم التنمية. إذن وفي انتظار التفاتة من لدن المعنيين والقيام بإجراءات لاحتواء هذه الظاهرة بتخصيص أماكن لطرح هذه الجلود بعيدا عن أبواب المنازل ودروب الأحياء، واستغلال هذه الثروة التي من شأنها خلق قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني، تبقى وإلى إشعار آخر نقمة بدل النعمة، تملأ القمامات بدل المصانع والمحلات، ومصدرا للروائح الكريهة وتلوث البيئة بدل مصدر الربح والتعاملات الاقتصادية الناجحة.